في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة هو الطريق. الطريق 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 الطريق. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ساعة صلاة. في الأول بنعتذر عن التأخير، بس عايز أقول لكم يعني الترافيك النهاردة عامل حاجات صعبة جدا. يعني أنا وجناب الأسيس سليمان اللي بتشرف يكون معايا النهاردة، إحنا الاثنين اتقنا جدا جدا في الترافيك لدرجة يمكن واخدين أكتر من ساعتين عشان نوصل القناة. فأنا بعتذر مرة كمان عشان التأخير ده، وصل إن الوقت اللي جاي ربنا يدينا فيه الحاجة اللي على قلبه. دايما هفضل أقول لكم الحاجة اللي على قلبه لينا واللي جايبنا النهاردة مخصوص عشان نتشارك فيها معاكم ونصلي فيها معاكم. خلوني برضو أرحب في البداية بحبيبي جناب الأسيس سليمان نزار. أهلا وسهلا بك جناب الأسيس، بشكرك برضو لأجل المشوار الطويل اللي جيته في الترافيك الصعب. شكرا. لكن مصدق أن رب صالح آمين. ويعوض بحسب منك في المجد. استأذنك ترفع علينا طلبة صلاة آمين. نطلب فيها بركة رب على أول دقيقة في الحلقة لغاية آخر دقيقة في الحلقة، ونصلي أن رب يتكلم لينا باللي على قلبه النهاردة في اسم رب يسوع. آمين. يا رب نشكرك من أعماق قلوبنا لأن بك نحيا ونتحرك ونوجد. نشكرك يا رب لأنك أوصلتنا إلى هذه الساعة، أوصلتنا سالمين أيها الرب. نشكرك من أجل الشرف اللي بتعطينا أن نتكلم عن شخصك، نتكلم عن محبتك أيها الرب، نتكلم عن علاقتنا معك وكم أنت حلو لحياتنا. يا رب أرجوك تبارك جلستنا الحبية معك أولا ومع بعضنا البعض، مع أحبانا المشاهدين. أرجوك يا رب أنت تقود كل كلمة كل فكر حتى يقول للتمجيد اسمك المبارك. باسم المسيح أصلي آمين آمين. من أسبوعين في ذهني تساؤل، مش عايز أقول تساؤل لكن عايز أقول حقيقة نفسي أوي النهاردة تكون بتاخد بالك منها كويس أوي. يا ترى إيه طعم الحياة من غير يسوع؟ في ناس بتظن أنها بعيد عن يسوع تقدر تعيش. والكتاب بيعلمنا عن واحد أنا بسميه غلبان، قال لي وقال كده يعني إني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي لشيء، كلنا عارفينه بتاع سفر الرؤيا. لكن عادت أسأل نفس السؤال الخطير جدا ده، وهل تستطيع أن تحيا بدون يسوع؟ وإن قدرت هتقعد قد إيه؟ هتستحمل قد إيه؟ وهل مدرك أنك في احتياج وعاوز ليه ولا لأ؟ كل الناس بتقول إحنا بنحب الرب وإحنا من غيره ما نقدرش نعيش، بس آسف أقول لكم أحيانا كتير بيكون مجرد كلام. صح يا جناب الأسيس؟ نعم. كلام. مين بيحب رب؟ كلنا بنرفع ايدينا في الكنيسة. مين عايز يعيش لرب؟ كلنا بنرفع ايدينا في الكنيسة. لكن المثال العملي والواقع العملي بيقول غير ده. عشان النهاردة حبيت النهاردة ان احنا نصلي في الاتجاه ده، وسميت الحلقة دي عنوان صغير قوي نفسي النهاردة ما يغيبش عن ذهنك: العيشة احلى مع يسوع. لو حياتك متكدرة، لو حياتك فيها شقة وتعب كتير، لو حياتك فيها حزن كتير وكآبة كتير، لو حياتك ما أكثر لو قعدت عدد، أنا بدعوك النهاردة دعوة جميلة أو تيجي معنا النهاردة وإحنا بنصلي معاك واختبر الحياة العيشة الحلوة والأحلى مع
مع يسوع. أرى لك آية من سفر نشيد الأنشاد وأصحاح 5. سفر نشيد الأنشاد وأصحاح 5. والحقيقة عروس النشيد قاعدة توصف أوصاف جميلة جدا، عايز أقراها في عجالة وهركز على آية واحدة. في عدد 10: حبيبي أبيض وأحمر معلن بين ربوع، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، خداه كخميلة الطيب وأتلام رايحين زكية، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، سقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرض، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. تعبت من كتر الوصف، تعبت من كتر ما مسكت حتة حتة عمالة توصف، بس حست انها يمكن ما توفيش الرب حقه، فجاء في عجالة كده وفي خلاصة بسيطة جدا قالت حلقه حلاوة والحتة الأجمل والأجمل وكله كله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. أنا عايز أسألك تاني قبل ما أدي الفرصة لجناب القسيس سليمان، هل أنت راضي عن حالتك وعيشتك بدون يسوع؟ أما أنك اليوم في عطش واحتياج حقيقي أن تختبر بشكل مختلف، حتى لو أنت مؤمن ضعيف، حتى لو أنت مؤمن بس حالتك مش عاجباك، عندك استعداد النهاردة نرجع من جديد ونختبر الحياة أحلى مع يسوع؟ إيه رأيك يا جناب القسيس؟ الحياة أحلى مع يسوع ولا لا؟ نعم. مثل ما قال مرنم، مين يحل الغربة غيرك ويخليها جنة. يعني حياتنا بدون يسوع حياتنا هي جحيم لا يطاق. مرة واحد شاعر قال: ما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل. فنحن بدون يسوع ما إلنا أمل ولا إلنا رجاء أبدا، لكن في يسوع صار في إلنا أمل، صار في إلنا رجاء. يعني لولا الرب يسوع ولا الحياة لا تطاق. وسمعنا مؤخرا سيس عن شخص ممثل مشهور كان يضحك كل الناس بالعالم، اسمه رابن ويليامز، انه جرب المخدرات، جرب امور كثيرة، صار عنده انحطاط نفسي وانتحر، مع انه كان يملك امور كثيرة في الحياة، لكن مات بدون رجاء، لانه ما عرف انه طعم الحياة ما إلى طعمي أبدا بدون يسوع. كل شيء كان بده إياه كان موجود متناول يده، لكن لقوه منتحر وشانق حاله. لكن نشكر الله أسيس إنه أصغر مؤمن بيقدر يتغنى ويقول الحياة أفضل مع يسوع وأحلى مع يسوع، والمؤمن هاللي صار له 50 سنة مع الرب بيقدر يقول حياة أفضل وأحلى مع يسوع. والشخص اللي قاعد قدامك اختبر حلاوة يسوع من سنة 70، وكل يوم بعيش لإله وبعيش معه بيختبر حلاوته أكتر وأكتر. مرات كتير ظهرت في حياتي أمور أنا ما كانت حلوة، لكن ولا مرة في عشرتي معه بيّن أنه ما في شي حلاوة فيه. لكل ما أتعرف عليه أكتر بحبه أكتر، كل ما أتعرف عليه أكتر بحب أنه أعيش لإله أكتر. حياة أفضل مع يسوع وإلى طعم أكتر وأجمل مع يسوع. وأعتقد السفر اللي احنا قرينا منه الكلام ده وبيأكد الحقيقة دي من خلال علاقة عروس النشيد. مرات تقول له حبيبي ليا وأنا لي، أنا لحبيبي وحبيبي ليا، أنا لحبيبي وهو مالي حياتي ومالي كياني. عايز أقول الكلام ده مش بيجي من فراغ يا جناب القسيس. كنا مرات كتير بنتغنى ونترنم في اجتماعاتنا كتير، وانا بفتكر دلوقتي مع حضرتك ترنيمة زمنية جميلة قوي، بعتقد كتير من المشاهدين يمكن يفتكروك بتقول حلو وطيب وحنين ولا فيش زيك ابدا ولا يمكن انسى ازاي شفتك. ترنيمة دي ترنيمة قديمة قوي، لكن تذكرتها دلوقتي لانه زي ما حضرتك قلت من شوية ده اختبار كل شخص مؤمن عاش مع المسيح وما زال يعيش مع المسيح في كل يوم وكل لحظة، بيقدر يدرك انه بدونه ما يقدرش يكمل مشوار، وبدونه ما يقدرش يعمل اي حاجه، لان هو قالها بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء.
والنهارده عايز اقول لك يسوع بيحل الحقيقه. انت عارف ده كويس، ويمكن مع كل يوم بتختبر حاجات يمكن ما بتاخدش بالك منها، لكن لما تقعد مع نفسك وتفكر في هذا الموقف وهذا الموقف وهذه الحاله وهذا الامر، تجد ان لولا سندت ايدك انت زي ما قالها المرنم كنت ضيع ويا اللي ضاع. عشان كده انا عايز اقول لك النهارده انا وانت مديونين لهذا الاله اللي محتاجين نعيش له ونختبر الحياه الاحلى مع يسوع. يسوع اتكلم عن نفسه كتير، وصف نفسه باوصاف كتير، عايز حلقات وحلقات. لكن انا عايز من خلال بعض الاوصاف، مش عايز اقول نذكر لان الناس فاكره، بس انا عايز نختبر النهارده ازاي انه الحياه تبقى احلى مع يسوع لما ابقى في الحاله دي، الحياه احلى مع يسوع لما في الاسم ده، الحياه احلى مع يسوع لما في الصوره دي. تقول لنا ايه النهارده يا اساس؟ طبعا هو صوت الاختبار يعلو فوق كل صوت. يعني ممكن أسيس نردد آيات كتير واختباسات كتير ونتغنى فيها، لكن إذا مش عايشينها ما رح نقدر نحكيها بالضبط ونطبقها في حياتنا. فمثلا لما نختبر السبعية تبعيت يسوع قال عن نفسه مبارك اسمه لما قال أنا هو الطريق والحق والحياة، بدون يسوع نحن ضايعين، بدون يسوع نحن جاهلين ما بنعرف الحق، بدون يسوع ما لنا حياة، لنا موت، موت أبدي وموت روحي أيضا، لكن في يسوع عرفنا الطريق وعرفنا الحق وعرفنا الحياة. في يسوع العالم اللي عايشين فيه عالم جوعان، لكن ما في شيء بيشبع في هذا العالم إلا شخص الرب يسوع. مشان هيك قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة. العالم الناس بيرقدوا لحتى يشربوا من مياه هذا العالم، مشان هيك قال الرب عن الشعب في القديم قال في شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحي ينقب الأنفس أبار أبار مشققة لا تضبط ماء. فكل ما الإنسان يشرب من مية هذا العالم رح يلاقي حاله عطشان أكتر وأكتر، لكن من ناحية الروحية ما في شيء بيروينا إلا شخص الرب يسوع. هل قال أنا هو ماء الحياة، أنا هو الماء الحياة اللي بيشربني فلن يعطش إلى الأبد. ومثل ما قلت قبل شوي العبد اللي قاعد قدامك عبد يسوع شرب من هيدي المي من سنة 70 وارتوى بيسوع وبعده عم بيشرب كل يوم. أيضا يسوع قال عن نفسه أنه هو خبز الحياة، بدون نحن جوعانين بدون نحن عطشانين. كمان قال أنا هو الراعي الصالح. أمور كتير أخونا لو بدنا نحكي عن كل صفة أو كل عمل بعمل يسوع في حياتنا يعوزنا السعادة، لكن هو خبزنا، هو ماءنا، هو راعينا، هو أيضا القيامة والحياة تبعنا، هو نورنا، قال أنا هو نور العالم، هو الباب، قال أنا هو، ما قال أنا هو باب، لكن قال أنا هو الباب، قال التعريف، قال التعريف ما في غيره الباب. فمعناته أنه بدون يسوع ما إلى أي طعم أبدا، لكن بيسوع لنا كل شيء. مبارك اسمه. مش كده أنا نفسي النهاردة أنك تحول نظرك بشكل إيجابي شوية، وإحنا عايزين نصلي دلوقتي. أنا معرفش الوضع اللي أنت فيه، ومعرفش الصورة اللي حطت نفسك فيها، ومعرفش الحالة النفسية اللي أنت عايش فيها، لكن أعرف أن يسوع بتاع كل حاجة. دايما هفضل أقول عنه بتاع كل حاجة، دكتور متخصص في كل حاجة. جناب الأساس ابتدى بالآية الحلوة أو أنا هو الطريق والحق والحياة. يلي عايز تعرف الحق، يلي عايز تعرف الطريق، يلي بتسأل كتير، يلي بتتوه كتير، يلي بتضل كتير حتى لو كنت مؤمن، يلي بيكون لك اختيارات كتير هي اختياراتك أنت بذاتك بتفكيرك بخبراتك. بعتقد أنه مع الوقت في هذه البلاد الصعبة اللي احنا بنعيش فيها أحيانا بنتذكر أن احنا نقعد مع يسوع شوية وناخد رأيه في الأمر الفلاني ويريحنا، وأحيانا ما بيكونش عندنا الوقت نعمل ده، فبنختار الصورة اللي احنا شايفينها والمشروع اللي احنا عايزينه والاتجاه والفكرة والرأي اللي احنا شايفينه انه هو صح. لكن مع ده كله أنا عايز أسألك سؤال صريح، هل تشعر ان حياتك اللي انت بتعيشها دلوقتي هي حلوة، ولا محتاج يسوع يحليها لما يدخل فيها بقى ويغير من طبيعتها ويغير من شكلها ويغير من وضعها بدل الروتين اللي انت عايش فيه من يوم للتاني؟ يا رب انا بصلي صلاة خاصة النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح،
تجاه كل عيشة بنعيشها معاك يوم بعد التاني، بس مش حاسين فيها بشيء جديد. مللنا يا رب زي ما قال عبدك قبل كده، مللنا 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 يا رب. مرات كتير بنحتاج ان نحس فيه تغيير في حياتنا، ونحس ان كل حاجة بنعملها ايدك فيها، علشان كده نفرح ونتهلل، ونحس ان ايدك مباركاها وايدك من وراها وايدك متقدماها يا رب، علشان امورنا تمشي في سلام وامان، علشان كل ما تمتد اليه ايدينا ينجح. نفسنا ندخلك في كل حاجة في حياتنا يا رب، نفسنا نحطك انت زي ما قالك عبدك موسى كده، يا سيد ان لم يسر وجهك امامنا لا تصعدنا منها هنا. انت تقدر تغير المنظور، بتقدر تغير الحالة اللي احنا عايشين فيها واللي احنا استسلمنا لها مع الوقت، واللي ابليس والعالم احيانا ضغطونا علشان يحطونا في وضع معين مش قادرين نطلع منه. احنا بنرفض ده النهاردة يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب بنعلن ان احنا واحنا معاك الحياة لها شكل تاني وطعم تاني واسلوب تاني وشكل متميز. يا رب انت اعلنت عننا انه بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذ، لينا شكل خاص، وضع خاص، مسحة خاصة، نور خاص يا رب. عايزين ده يبان للناس في الايام الصعبة اللي احنا عايشين فيها دي. ده مش هيحصل الا لما نكون ملتصقين بيك يا رب، وعايشين معاك لحظة بلحظة في كل وقت وفي كل لحظة. مش بس بنحتاجك علشان عايزين منك، لكن عايزينك انت تكون بتظهر في حياتنا، ويرجع المجد في النهاية ليك يا ابن الله. مش لان احنا نستاهل ابدا يا رب، لكن لان الناس بتبص علينا منتظرة تشوف فينا شيء مختلف عن باقي العالم اللي حوالينا، لان انت قلت كده اولاد الله ظاهرون. خلينا نقتنع بالكلام ده النهاردة يا رب، ونفهم وندرك ونعلن احتياجنا ان احنا عايزين نعيش الحياة الاحلى اللي انت قلت عنها ان انا جيت علشان يكون لكم حياة وليكم لكم افضل. احنا عايزين نعيش الافضل ده يا رب. انا بصلي في اسم الرب يسوع لكل المجد. آمين. قعدت أفكر جناب القسيس، دايما أنا بقول لفظ يعني كمصري في الكنيسة، بقول لو إحنا عصرنا الناس هتنزل وعظ من كتر ما الناس سمعت. أنت شايف المشكلة فين؟ يسوع هو يسوع لم يتغير، والكلمة هي الكلمة لم تتغير لأنها ثابتة إلى الدهر. الناس بتسمع كتير عن يسوع، ليه مش بيكون عندها اللهفة والشوق ان هي تخش في عمق جديد مع هذا الاله الرائع، حتى لو هي ليها في الايمان سنين وعايزة توقف محلك؟ احنا عارفين الرب وكلمته حلوة ورائعة، نشكر الله وانتهى الوضع على كده. المشكلة فين؟ يسوع لم يتغير، الكلمة لم تتغير. المشكلة في الواعظ، ولا المشكلة في الناس اللي محتاجينهم ان هم يتعمقوا في حياتهم مع يسوع؟ المشكلة في مين؟ امين. طبعا 100% المشكلة مش في يسوع، لكن هذا بتذكرني بقصة انه لما شخص كانت قاعدة مدامته جنبه، بس قاعدة عند الشباك، هو عم بيسوق السيارة، فقالت له بتتذكر اول ما تجوزنا كيف كنت انا اقعد جنبك ملزقة فيك؟ قال لها ايه متذكر. قالت له كانت ايام حلوة. فشو قال له هو؟ قال لها انا بعدني محلي، بس انت اللي بعدتي لهونيك. فاللي بتقوله طبعا مضحكي القصة، اللي بتقوله ان يسوع بعده مكانه، لكن نحنا هل تغيرنا، والسبب لانه عم نترك محبتنا الاولى تبعت يسوع. تتذكر اول ما تجددنا وقبلنا الرب كنا طايرين من الفرح، طايرين من العلاقة، لكن بعدين تيجي هموم العالم، مشغوليات الحياة، بتبعدنا عن شخص الرب يسوع المسيح. وهذا لما بيصير، لما نهمل عرش النعمة بالصلاة، نهمل الشركة مع الرب أيضا بقراءة الكلمة. أنا بأكد لك أسيس، كل مؤمن له علاقة يومية مع الرب من خلال الكلمة، من خلال الصلاة، لابد أن يكون مثل يوحنا الحبيب. 12 تلميذ قال يسوع واحد منكم رح يسلمني، لكن مين هو الوحيد اللي قدر يعرف مين رح يسلم يسوع؟ يوحنا الحبيب. يسوع ما وشوش بدينته، لكن عمل عمل يوحنا الحبيب قبل ما يسوع يقول له مين رح يسلمه. فشو عمل يوحنا؟ حط رأسه على صدر يسوع. فاللي بدي اقوله مشانك بسموه يوحنا الحبيب. فصلاة الرب انه كل واحد منا باسمه ينقال عنه الحبيب، الحبيب عند يسوع. وهذا بيعلمنا انه دائما دائما اسيس
والأحبة المشاهدين، كل ما نحط رؤوسنا على صدر يسوع من خلال الكلمة ومن خلال الصلاة، لابد أنه نسمع دقات قلب يسوع يكشف لنا أمور كتير، نتلذذ في محبته يوم بعد يوم علاقتنا الشخصية معه. فيسوع جواب ما تغير، لكن نحن اللي تغيرنا، نحن اللي بعدنا، أهملنا عرش النعم بالصلاة، أهملنا قراءة الكلمة، فقط صرنا نحضر اجتماعات ونكتفي ونسمع الوعظ وبس. يعني من أسبوع في مؤمنين أسيس ما بيقولوا لك تم أدس إلا مرة بالأسبوع، حتى منه مرة بالشهر. يعني عملت مرة أحصائية مع أشخاص مؤمنين، طلع أفرج في منهم بيقولوا لك تم أدس مرة بالشهر. فكيف بدها تكون علاقة المؤمن هيدا قوية مع الرب إذا ما بيعرف مشيئة الرب لحياته من خلال الكلمة؟ فاللي بتقوله المشكلة فينا نحن، لأن نحن أهملنا وساطة النعمة. فكرتني جناب الأسيس بقصة نفسي أقولها للمشاهدين النهاردة عشان أصلح فكرة للأسف انطبعت في أذهان الناس النهاردة ومن فترة طويلة، أن المشكلة في الكنيسة، المشكلة في الأسيس، الكنيسة فاضية، الكنيسة ما فيهاش حد، إحنا مش متشجعين، إحنا مش عارف إيه، الميعاد مش مناسب. افتكرت قصة عايز أقولها لكم لكل شخص بيقول الكلام ده عن نفسه أو بيقوله لحد تاني. في يوم من الأيام جناب الأسيس عندنا في مصر في قرية في الصعيد في كنيسة كانت مهجورة، كل ما يروح قسيس يفشل من العمل ويمشي ويسيبها ويمشي، ما يلاقيش فيه حد، يفشل ويمشي يفشل ويمشي، لغاية ما راح واحد وتوقعه أن هو يمشي زي الناس الأسس اللي مشوا قبل كده والرعاة اللي مشوا قبل كده، لكن لو قعد يوم واثنين وثلاثة فاستغربوا، ده يعني انت قاعد تعمل ايه؟ ما انت غيرك جه ومشي وما عادش كتير هنا، لما لقى ما فيهاش فايض يعني فتح البيبان ونفض البنوك بس ما فيش حد جه فيئس ومشي. لكن تاري الشخص ده قعد 3 ايام يعمل حاجه حلوه وقعد يصلي، وبعدين رب اداله فكره. الفكره دي قال له انا عايزك تعمل حاجه مهمه جدا، هات صندوق، اسف التعبير زي بتاع الاموات، وحطه في وسط الكنيسه قدام عند المنبر، ودق اجراس الكنيسه واعلن ان في حد مات. والبلد لانها بتعرف في الواجب مين اللي مات، ما حدش عارف، فكله راح الكنيسه عشان يشوف مين اللي مات. واستنى القسيس لغاية ما الكنيسة على آخرها اتملت بعد ما كانش فيها ولا واحد، بس هما جايين عشان ايه؟ في شخص مات، في شخص مات، فجايين يقوموا بالواجب رجال وسيدات. بس في سؤال كان بيطرح نفسه، مين اللي مات؟ مين اللي جوه الصندوق؟ هما مش عارفين، البلد عارفة بعضها، فكل واحد اطمن، يعني كل البلد شافت بعضها جوه الكنيسة، مفيش حد يعني غريب مش موجود معاهم النهارده، كلهم موجودين. فمين اللي مات؟ فكلهم عايزين يسألوا مين اللي مات؟ وقف الراعي على المنبر وابتدى يوعظ بهذه الكلمات، ان النهارده احنا جايين عشان ننعي، وبيقولها كده يعني ببساطة قلب، ونطمن على اخونا المحبوب الذي يرقد في الصندوق ونودعه باحشاء الحب و و و و و و وانا عشان كده النهارده دعيتكم عشان تيجوا وتسلموا عليه قبل ما نروح ندفنه. وما زال السؤال قائم، مين هو الميت؟ فالناس كلها من تحت بصين له لغايه ما واحد فيهم اتجرأ وقال له طب ممكن اسالك سؤال يا جناب الراعي؟ قال اتفضل. قال له احنا كلنا جينا النهارده وحضرتك اعلنت ان في ميت، والميت ده موجود جوه الصندوق، ممكن نعرف مين هو؟ قال له حضرتك عايز تعرف؟ اتفضل اطلع لغايه الصندوق وعري الصندوق واتفرج عليه واقفل الصندوق تاني. وما كان قد حدث، طلع الراجل ده الهمام يعني اللي خد المقدام وراح، والناس كلها عينها عليه مين هو اللي مات عشان يقول لهم، فتح الصندوق. فكانت هذه المفاجأة، الناس منتظرين يعدل وشه عشان يقول لهم مين، لكن هو ما عملش كده، هو بس فتح الصندوق وبص وراح قفل الصندوق وراح رجع مكانه وقعد. الناس استغربت، مين 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 تاني عايز يعرف؟ في واحد تاني خدته الشجاعة، اتفضل، طلع بص قفل الصندوق قعد بص قفل. الحقيقة في الآخر بتقول من كتر الإحراج والكسوف اللي الناس فيه، الراعي من على المنبر قال أعتقد أنتوا دلوقتي عرفتوا مين الميت بتاعنا النهاردة. الحقيقة أن رب اداله فكرة، الصندوق كان فاضي، بس في قعر الصندوق من تحت جاب مراية، حط مراية،
فكل اللي يرفع الصندوق ويبص لا نفسه يشوف شكله يدرك في الحقيقة وفي التو في اللحظة ان هو اللي ميت. المشكلة مش في الكنيسة، نعم، المشكلة مش في المقاعد، المشكلة مش في الراعي اللي كان بيجي ويمشي لانه مش لاقي حد. المشكلة ان في موت في القدر موتي يا رجل الله. نعم. عايز اقول لك من هذه اللحظة بدأت النهضة في هذه الكنيسة. آمين. عندما اعلن لكل واحد منهم من خلال الروح القدس جواه انك انت هو الميت وانت الذي تحتاج يسوع. المشكلة مش في الراعي، المشكلة مش في المكان، المشكلة مش في البنوك، المشكلة فيك انت. عشان كده ما قصدت اقول لك القصة دي عشان الفت نظرك لحاجة. اذا نظرت الى كلمة الله ستعرف الحقيقة. المشكلة في مين؟ انت عايز العيشة تكون احلى؟ العيشة احلى مع يسوع من خلال هذه الكلمة الحية المقدسة. العيشة مع يسوع احلى عندما تختبر هذا الراعي اللي بيدور عليك ويفتش عليك في كل يوم، وعايز هو بمهارة يده يقودك ويرعاك. هو عايز يعمل ده معاك. بس زي ما قال جناب الاساس في القصة اللي لسه اهلا ذاكرها، انا في مكاني زي ما انا ما اتحركتش مع الدريكسون، بس انت اللي بعدتي ورحت ناحية الشباك. النهاردة عايز الفت نظرك لهذا الاتجاه، لانه ما احلى الحياة مع يسوع عشان تختبرها وتعيشها، مش مجرد كلام. دايما زي ما تفضل جناب الاسيس وقال من شوية، وانا بأكد لك نفس الحقيقة بشكل تاني لما قال نحن نحبه لانه هو احبنا اولا، انا عايز اقولها لك بشكل تاني، ان لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. هذه الايام احبائي ايام شريرة وصعبة، صدقوني ايام شريرة وصعبة. الشر موجود، ايوه موجود في كل مكان، بس مع الوقت بيكتر وبيزيد، والناس يوم بعد التاني بترفض انها تسمع وترفض انها تصغي، والمشاغل واخداها والبزنس واخدها، وبعدين هنروح لغاية فين؟ نفسي قوي نصلي مع بعض عشان نحاول نقف مع نفسنا قدام الصندوق النهاردة، وكل واحد يفتح الصندوق بصدق. افتح الصندوق بصدق، وعايزك انت بص وتدرك هذه الحقيقة. هل ما في الصندوق هو ذاتك، هو شخصك؟ هل ده الإعلان اللي انت تقدر النهاردة تقوله عن نفسك عشان تدرك انك في احتياج لهذا الحلو انه يحل حياتك من جديد؟ هذا حبيبي، ده حبيبي، ده اللي ما اقدرش استغنى عنه، ده اللي ما اقدرش ابعد عنه. يا رب انا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح دلوقتي تجاه كل شخص يا رب كان ليه علاقة معاك وكان ليه شركة معاك وكان ليه عشرة معاك يا رب، وكنت انت اليف وصباه. النهاردة انا بحط نفسي مع اخواتي وبصلي معهم في اسم الرب يسوع ان احنا محتاجين نرجع من تاني يا رب، ونقف قدام نفسنا من تاني يا رب، ونذكر من اين سقطنا وتوب ونرجع. محتاجين نقف من تاني علشان نقول هذه الكلمات، مين يحل الغربة غيرك لما نقرب منك ونعتشر بيك ونمسك فيك ولا نرخيك يا رب. احنا مرات كتير بنحتاجك عشان ظروفنا ومشاكلنا واحتياجاتنا، بس ده مش مهم يا رب. احنا عايزينك انت لذاتك، لشخصك، لانك احببتنا اولا. عايزين يا رب ندخل معاك في علاقة مختلفة جديدة نقية طاهرة مقدسة، ونختبر حلاوتك من جديد، لانك انت حلو كلك، مشتهيات كلك، بس نفسنا نقعد قدامك ونتعلم وناخد منك ونشبع منك ونرتوي منك. انا بصدق انك سمعنا يا رب، وانا بصلي مع اخواتي سامع الصلاة، وكلنا جايين لك دلوقتي في اسم الرب يسوع المسيح لكل المجد يا رب. في آية جناب الأسيس بتقول انه النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. أسهل حاجة عند الإنسان لأنه جعان يأكل أي حاجة ويشرب أي حاجة، وأي حاجة في أي حاجة مش مفيدة، بالعكس بتضر. برغم أن الكلمة الحية موجودة، هو قال إن عطش أحد فليأتي وإن جاع أحد فليأتي، كله موجود وكله مكتوب، لكن بلاقي الناس لأنها جعانة للأسف بتدور على أي حاجة تشغل بيها وقتها، تشبع بيها نفسها مؤقتا، وتبعد بعد كلي عن هذا. أنا مش عارف أقول عنه إيه غير إنه هو كل حاجة، الكل حاجة في كل حاجة، مش بس مية، مش بس مراية، مش بس نور، مش بس كل حاجة. بس ليه الناس بتبعد؟ النفس الشبعانة. أنا عايز أقف عند النقطة دي. هل عندنا استعداد النهاردة ان نختبر النفس الشبعانة دي بشكل مختلف مع يسوع الحلو اللي يشبع الحياة اكتر،
ويشبع كل جوع جوانا اكتر، عشان عينينا ما تبصش ودننا ما تروحش لحته تانية، ذهنك ما يروحش في مكان تاني، رجلك ما تروحش لاماكن تانية. عشان تتحرر من ده لازم يشبع من يسوع. مظبوط. امين. ازاي الشبع بيسوع؟ لما انا اركز نظري دائما عيوني على يسوع. اذا انا بشيل عيوني عن يسوع لابد انه يصير فتش على خرنوب هذا العالم والابن الضال هذا اللي صار معه، كان يتمتع بمحبة بيو لكن يوم من الايام ترك بيو، صار يشتهي الخرنوب اللي بتاكله الخنازير. لكن بالاخير رجع لنفسه وتاب ورجع لبيو. كل ما علي انا كانسان عم بحاول اشبع من عسل العالم، اعرف حالي انه ما في شبع بالعالم هيدا، علي انه اخذ خطوة عملية وتوب. يا رب انا بتوب، انا فتشت كتير هون وهون لكن ما لقيت شبع الا في شخصك. رد لي بهجة خلاصك يا رب. اريدك، اريد ان اشبع بشخصك لانه انت الشبع الحقيقي. وهذا بذكرني بقصة سي جميل. قبل القصة خلينا ناخد التليفون وارجع اخد القصة طبعا معك. تفضل برنامج ساعة صلاة، مين معايا؟ الو. ايوه تفضلي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بيكي، مين معايا؟ انت حدث الاسيس؟ ايوه. طيب انا الاخت منى تعبانة، عندي ديسك في ضهري وجعني برجلي وجعني جامد. امين. وبعدين عاوزه صلاة ليا. وفي طلوع انا سلمت حياتي للرب يسوع، بس في عندي شكوك ان انا ساعات الشيطان يقول لي هو مش قبلكيش الرب ولا حاجة، بس انت بتصلي وخلاص. انا مش عاوز اعرف ازاي هو قبلني ولا ما قبلنيش. ارد عليكي في عجلة سريعة واقول لك اكتر دليل يأكد لك ان انت قبلت رب ان هو جاي يشككك، لان انت لو ما قبلتيش رب مش هيجي يشككك. فهو جاي يشككك ليه؟ لانه حس ان انت فعلا خطي خطوة مظبوطة في وقت مظبوط وان رب قبلك، لكن هو لانه عايز يرجعك عن الخطوة دي بيشككك. فاكبر دليل ليكي ان هو بيحاربك عشان يشككك، فاهم الفكرة؟ اكبر دليل ليكي ان هو بيحاربك علشان يشككك، انك انت بتقولي كلامه بس وان رب ما قبلكيش وبس. لكن تأكدي ان الكتاب علمنا آية رائعة جدا، اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. فمبروك عليك يسوع، تشددي وتشجعي. وانا خلي جناب القسيس سليمان دلوقتي هيصلي من اجل ظهرك، وانا بصدق ان رب صالح ويستمع الصلاة، بس خلي عندك ثقة واحنا بنصلي ان رب بيسمع عندما ندعوه. صلي معانا واحنا بنصلي في نفس الوقت دلوقتي في اسم الرب يسوع المسيح. امين يا اخت منى. امين. انا عارفك كده، هو دلوقتي غفر لي خطاياتي. غفر خطاياكي ولا يعود يذكرها فيما بعد. واخت منى انت بعلاقتك مع الرب ما بدك تعتمدي على شعورك او عواطفك، بدك تعتمدي على كلمة الله اللي بتأكد لك انك انت بنته. وهذا اعظم دليل، اعظم برهان انك انت بنت للرب. الروح يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. اذا متأكد انك انت بنت للرب ابني حياتك مش على مشاعرك مش على عواطفك، لكن ابني حياتك وصدق كلمة الرب اللي بيقولك انت بنتي. امين. بس في حاجة كمان، وانا لما بقرا الكتاب المقدس في حاجات ما بفهمهاش وبسيبها وكده، هل دي خطية عليا؟ لا مش خطية عليك، مش كل حاجة تقدري تفهميها في الأول يا اختي منى، لكن وانت بتقري صلي ان رب يفتح عينيكي ويفتح ذهنك ويديك استنارة. واللي مش تفهميه النهاردة هتفهميه بكرة، هتفهميه بعده، فهماني؟ ومع الوقت لو ربنا اديك وقت امسكي تفسير حاولي تقريه علشان يفسر لك الدنيا دي شوية. على قد ما ربنا يديك نعمة ووقت حاولي اقري واستفيدي واعرفي. واللي ما تعرفيش فيه اسألي، لو عندك قسيس لو عندك راعي اسألي، مش عيب انك انت تسألي وتتعلمي، وده هيكون بمثابة شيء بيبنيك من جواك وبيدفعك لقدام خطوة بعد خطوة. امين. 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 خلينا نصلي بقى دلوقتي عشان ظهرك مع القسيس سليمان. امين. اتفضل. يا بليز وصلوا لابني. امين. امين. ونصلي لابنك كمان في اسم الرب يسوع. اتفضل. يا رب يا رب اشكرك من اعماق قلبي من اجل ابنتك منى. أشكرك يا رب من أجل ثقتها في شخصك، أشكرك لأنه هي بنتك أيها الرب، لكن أرجوك بالروح القدس أن تؤكد لها من خلال كلمتك وتثق فيك ثقة كاملة أيها الرب. يا رب نشكرك لأنك أنت شفيت آمتك روحيا، لكن أنت شايف يا رب أنه آمتك متألمة جسديا،
بالنسبة لموضوع ظهره. فأرجوك يا رب أنك تشفي آمتك، ومكتوب عنك أنا هو الرب شفيك. أرجوك يا رب تسد احتياجات أختنا منى، إن كانت زمنية أو روحية أو نفسية أو جسدية أو مادية، مهما يكون أيها الرب، لأنه أنت وحدك فيك كفايتنا. باسم المسيح أصلي. آمين. في عجالة كنت هتقول حاجة يا بلسيس قبل ما نختم، تفضل. بس كنت بدي أقول قصة، إنه في واحدة امرأة كانت واقفة على زاوية شارع وماسكة سطل مي، تعرف شو السطل المي ها؟ سطل المي، وكانت حاملة مشعل نار بإيدها. فسألوها الناس، ليش أنت حاملة مشعل النار هيدا سطل المي؟ قالت هيدا سطل المي أنا بدي أطفي فيه نار جهنم. قالوا لها مشعل النار هيدا لشو؟ قالت لهم هيدا بدي أحرق فيه السماء. قالوا لها أنت مجنونة تحرق السماء بمشعل النار وتطفي جهنم بسطل المي؟ قالت له أنا ماني مجنونة، لكن الناس هالأيام مجانين عم بيتوبوا وعم بيسلموا حياتهم للرب، خايفين يروح على جهنم وحابين يروح على السماء. يا جماعة، نحن منتوب منسلم حياتنا للرب لأن الحياة معه حلوة، الحياة الأبدية بتبلش هون في يسوع. فالسماء رح تكون هيدي جاية مثل ما بقولوا مع البيعة، يعني يعني الكيك تبعنا هو يسوع نحن، لكن لما نطلع عند الرب على السماء هيداك icing on the cake مثل ما بقولوا. فهلي بتقول نحن بنحب الرب نعيش له، مش لأنه خايفين نروح على جهنم ولا أنه حابين نروح على السماء، بس أنه حابين نكون في إنا علاقة شخصية معه ونحن على الأرض، ويوم من الأيام رح نكون معه الأبدية ونحل عيوننا برؤيته إلى أبد الأبدين. فعلينا نحب الرب ونعيش له، نكون قريبين من قلبه ونرى كلمته ونصلي، وأيضا لابد أنه الرب يمتعنا بمحبته العملية في حياتنا يوم بعد يوم. العيشة أحلى مع يسوع. أنا نفسي أوي تكون بتختبر الكلام ده النهاردة، وتقعد مع نفسك في لحظات هدوء تسترجع أحداثك بسرعة وترجع في قعدة خاصة مع الرب، ودخل يسوع في كل حتة أنت طلعته منها الفترة اللي فاتت عشان يحليها، في كل مرار، في كل مشكلة، في كل احتياج، في كل ظرف، في كل مرض، في أي مكان الأمر حط يسوع في الموضوع، وصدق أن العيشة معها تكون أحلى. بشكر جامع الأسيس سليمان من أجل وقتك الرائع وتعبك المشوار ده كله. بشكركم أعزائي المشاهدين في كل مكان، معلش الحلقة بتاعتنا النهاردة قصيرة شوية بس عشان جينا متأخرين شوية. بوعدكم المرة الجاية نكون في الميعاد يوم الاثنين الساعة 6، بسيبكم مع نعمة المسيح القادر أن تحفظكم، وجانب المخرج بيعرض لنا آخر ترنيمة. استمتع بهذه الكلمات وصدق أن يسوع أقوى من ظروفك ومشاكلك وأمورك الصعبة، بس حط يسوع فيها. آمين. حط يسوع في المقدمة، هتلاقي الحياة أحلى مع يسوع. سلام المسيح معاكم لغاية ما نشوفكم الاثنين الجاي، والرب معاكم.
والشط مهما ابتعد انت اللي هتكون الطريق وانت اللي هتكون السند الحبل مهما اتفك والشط مهما ابتعد انت اللي هتكون الطريق وانت اللي هتكون السند وانت اللي هتوصلني ومهما هاجت هاجت بحبك الرب لي تدبير رغم الظروف المركب عكسي ومهما هاجت بحبك الرب لي تدبير يا يا ما الألوعد كسرت يا ما الشتت دار يا ما صرعت الموج يا ما البحر هاجت يا ما الألوعد كسرت يا ما الشتت دارت ولقينا ايدك معانا وتعدي للدفا والمركبة رغم الظروف رسيت على الضفا ولقينا معانا وتعدي للدفا والمرج ما رغم الظروف رسمت على الضفا
في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس.